السلام عليكم، كيف نتوما؟ لاباس ان شاء الله تكونوا كاملين بخير وعلى خير. اليوم جيت نعمل معكم واحد القالب حامل المصحف الكريم، يعني اللي كيهز القران، داك اللوح اللي كيجي مفتوح كيكون فيه القران. انا اليوم غادي نعملو مركزين ان شاء الله. اليوم غنخدم معكم القالب، حين بس عاود نخدم معكم ان شاء الله الخدمه الريزين اللي غتلي عمرك بها. الورقه عندي فيها 40 سنتيم في الطول و20 سنتيم في العرض. انا صراحه هو خصو يجي 44 45 في الطول. الميكا اللي غادي نخدم بها ما عنديش شي ميكا اكثر من 40 سنتيم، داكشي باش بقيت مضطره محكومه بالقياس ديال الميكا. المهم عملت انا 40 سنتيم في الطول و20 سنتيم ديال العرض. من بعد كنجيو للجهه الاخرى كنعملو 19 سنتيم، كنخليو سنتيم، كنطلعو الفوق ب 10 سنتيم. هانتوما غتشوفو كيفاش، هاهي 10 سنتيم. هادي ديك الفتحة اللي كيجي فيها الطرف اخر داخل، اللي كيجيو جوج داخلين بعطيتهم، وديك الفتحة فيها سنتيم د الفرق بين داك 10 سنتيم و 10 اخر، كاين سنتيم بيناتهم. من هنا كنعملو 10 سنتيم، ومن هنا كنعملو 19 سنتيم. هاديك الزواقة اللي في القاع داك التحريفة فيها 13 سنتيم، وتما كيبقى الدق ديالكم. المهم العرض الورقة كامل فيه 20 سنتيم، العرض ديالو والطول ديالو فيه 40. صافي كنرشمو الرشمة ديالنا مع وطا، كنثبتوها مزيان. من بعد كنجيبو داك الميكا اللي سبق اللي خدمت بها معكم، القوالب اللي خدمنا د الطباسيل وداك بلاطوس صغارين. نجيبو السيليكون، هذا السيليكون الدجاج كيخدمو بيه المعلمية الدجاج، يلصق الدجاج، واللي كنخدمو به بيه كنعملو القالب حتى هدا كيجي رطب وكيمكن تحكم فيه. كيما كتشوفو داك الأنبوب اللي في لاطا د السيليكون، كنهبطو شوية على التقوم ديالها وعاد كنقطعوه باش خصنا حين يخرج خروج غليق، ميخرجش شقيق، باش منطروش نعاودو الخدمة على مرة تانية. يعني إذا كان غير خصك طير تعاود الدورة تانية، كنخدموه هيدا كيما كتشوفو. نقول لكم بلي هاد اللي عبر به 20 سنتيم كما قلت لكم غير هو السيليكون. ملي نبغيو نزلوه ما نزلوهش من الشرطه، يعني لداخل، نزلوه من الشرطه لبرا، حيت اذا نزلنا من الشرطه لداخل غادي ينقص سنتيم من الجهه ديال هنا وسنتيم من هنا، وغيبقى القياس ديالو غير 18 سنتيم، ما غاديش مزيان ديك الساعه. وفي العرض ديالو خصو يكون 20 سنتيم، يعني كامله بكلشي ديالها. كنكملوا هاد الطريقه هادي، اذا كما كتشوفوا يعني كنمشيو على حساب الخط اللي عندنا في الورقه اللي من تحت الميكا، هو اللي كيعطينا البلان اللي كنخدموا عليه. يعني حتى اذا وقفتو وعيتو من السيليكون، يعني تقدروا توقفوا يدكم بعد تكملوا، ماشي مشكل، ما كيوقع حتى حاجه. كننزلوا فوق منه ونكملوا يعني الخط ديالنا كيف ما حنا ماشيين بالطريقه هذه. بالنسبه للناس اللي خدامين بهاد البيستولات السيليكون، يعني ما كيكون عندهم حتى شي مشكل، يقدروا يصبروا كيخدموا به بكل اريحيه. حتى الصراحه هو ساهل، هو مجرد ما تكون كد يعني مولفه كتخدم به غادي يبقى يجيك ساهل. كنمشيو بالطريقه هذه، ها هو واجد. المهم حين كيكمل كنجيبو فازلين، كندهن يدنا كما كتشوفو. فازلين هنايا بارده بزاف حيت البرد، كتبس كنحكوها مزيان في يدنا باش ما كيبقاوش ديك الكبيرات ديالها، كتعرف جا الزيت كتلق الزيت ديالها مزيان. وكنبداو نعوطو به هذا القالب السيليكون. هذا الفازلين هو اللي ما كيخليش السيليكون يلصقنا في يدنا، وكنبقاو ماشيين على الشكل اللي عندنا حنا في الورقه بالضبط. كنعوطو كنعليو شويه، كنبقاو نتكيو عليها مخليوهاش يغليط، كنعليو الحاشيه باش الحاشيه كتعلى واحد السنتيم، وكنبقاو ماشيين كنعوطو هكذا بهذا الشكل هذا، وكنملسو مزيان باش حتى القالب كيجينا حين كنكبو الريزين داكشي كيجينا من داخل معوط مزيان ومالس، ما فيهش يعني حتى من تمارات داك الحك ديالو داكشي، ما كتبقاش فيه تمارة بزاف، تقريبا كيخرج ناضج بكلشي ديالو، الحاشيه ديالو كتخرج مخدومه وكلشي مزيان. كنمشيو بالطريقه هادي كما كنقول لكم دائما. شجعونا بابوني باللايكات وبالكومونتاريس، يعني اي ملاحظه عندكم، اذا كان فيديو كيبان مزيان ولا ماشي مزيان، اي ملاحظات مرحبا بكم، ما عندي حتى شي مشكل في الملاحظات ديالكم. بالعكس كنفرح وكيعجبني، كيعجبني الحال يعني ملي كيكون نقد على شي حاجه يعني كتكون مصلحه ديالي، والاهتمام ديالكم كذلك. شكرا بزاف لكم كاملين اللي كيتبعوني واللي كيعلقوا لي بكلمات مزيونين، شكرا بزاف للجميع. بحال هذا الشكل هذا كنمشيو حتى كنكملوا القالب كامل ان شاء الله. استناوني في فيديو اخر ان شاء الله نكون كملت.